و عرض سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیزان و سروران به بهشت روی زمین کربلا خوش اومدید. ایام عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم رو خدمت تک تکتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. جاتون کربلا خیلی خیلی خالیه، انشالله که روزی تک تکتون بشه دیدن این صحنه زیبا، دیدن باب القبله حرم آقا سید و شهدا علیه الصلاه و السلام. بیایید انشالله از نزدیک این صحنه زیبا رو تک تکتون ببینید و ظاهر حرم ارباب اون آقای امام حسین آقا ابوالفضل علیه الصلاه و السلام باشید. سلام به کربلا خوش اومدید، عرض ادب و عرض احترام، عرض تبریک دارم ایام عید قدیر خم رو خدمت تک تکتون. سلام 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 و عرض ادب به کربلا خوش اومدید. ساعت 8 به وقت کربلا، ساعت 8 به وقت بهشت روی زمین. الحمدلله که کربلام، الحمدلله که رزق و روزیتون شده. شما هم بیایید و زنده و مستقیم صحنه های زیبا رو ببینید و زائر حرم اربابمون باشید. و در کنار هم میخوایم گوش بدیم به زیارت مقدس عاشورا به نیت فرج آقاون امام زمان، دفع بلا و گرفتاری از شیعیان، و انشالله که حاج از روا باشید و انشالله دهه اول محرم روزی تک تکتون بشه دیدن این صحنه زیبا. بیایید و عاشقی کنید و عشق بازی کنید با آقا سید و شهدا دهه اول ماه محرم رو. خلاصه جاتون خیلی خالیه، ان شاءالله که روزیتون بشه زیارت ارباب اون آقا امام حسین علیه الصلاه و السلام. میخوایم ما هم گوش بدیم به زیارت مقدس عاشورا. آخ ببین جانم، سر به سجده گذاشته روی درب باب القبله، جانم حسین، به به یا با عبدال، روزی تک تکتون بشه این صحنه. بیا اینجا سر به سجده بگذاری روبروی درب باب القبله آقا امام حسین علیه السلام. به سلام 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 و عرض ادبی دوباره. گوش کنید به زیارت مقدس عاشورا، با نیت هم گوش کنید و انشالله برات کربلاتون رو بگیرید و انشالله روزی تک تکتون بشه زیارت آقا امام حسین علیه السلام. منم از دعای خیرتون فراموش السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناء، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، جلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور، عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم
أسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحال وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب داركم مع إمام هدى طاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكفال اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل
صدرهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن من جوى العذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي قدم صدر عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سلام و عرض ادبی دوباره. الحمدلله الحمدلله امشب هم توفیق داشتم که در خدمتتون باشم از کنار حرم آقا سید و شهدا علیه السلام و در کنار هم گوش فرا بدیم به زیارت مقدس عاشورا به نیت فرج آقاون امام زمان دفع بلا و گرفتاری از شیعیان. انشالله که حاج اصحابا باشید و به زودی زود روزی تک تکتون بشه دیدن این صحنه زیبا. بیاید انشالله ظاهر حرم ارباب دالم آقا ابوالفضل آقا امام حسین علیه السلام باشید. بندرم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ویدیوهایی که این چند روز از حال و هوای کربلا گذاشتم حتما ببینید، شیر کنید، برای دوستاتون بفرستید. انشالله که هم روزی شما هم روزی دوستاتون بشه به زودی زود. کربلا الحمدلله دیشب هم توفیق داشتم کنار ذریح آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نایب و زیارتون بودم مثل همیشه. انشالله که حاجت روا باشید. علی آر یاورتون. اللهم عجل ولی کل فرج. اللهم عجل ولی کل فرج. اللهم عجل ولی کل فرج. علی آر یاورتون. یا علی مدن.